أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ذكر المؤلف رحمه الله قوله: فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين. السؤال: ما معنى المروق من الدين ومتى يكون؟ المروق من الدين هو الخروج منه، مرق يعني خرج، مروق من الدين يعني تخرج من الدين، تخرج من الدين. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون منه بسرعة، كما أن السهم إذا كان حادا يدخل في الصيد ويخرج من الجانب الثاني بسرعة، يخترق الصيد ويخرج من الجانب الثاني. هكذا الخوارج دخلوا في الدين وخرجوا بسرعة من الجانب الثاني. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.